اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانيه. الفقره دي اللي هنتكلم فيها عن حدث اليوم او حدث الفتره الماضيه باكملها، وهو التعديل الوزاري. اثر التعديل ده على المناخ الاستثماري، هل هي عباره عن اسماء اتغيرت ولا هي فلسفه ما، وهيبقى في توقع او في توقعات كتيره لما يمكن ان يحدث ويمكن ان يتم تنفيذه في الفتره القادمه. طبعا القرارات المتوقعه على الصعيد الاقتصادي بعد التعديل ده والوزارات اللي كانت محتاجه تعديل هيكلمنا عليها الاستاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعيه المصريه للتمويل والاستثمار. محسن بيك، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. كل سنه حضرتك طيب بمناسبه عيد الحب. الحمد لله. وكل سنه حضرتك طيب بمناسبه التعديل الوزاري. الحمد لله. ولما نيجي نبص النهارده على التوقعات واللي احنا شفناه النهارده، هل احنا كنا مبالغين في توقعاتنا ولا نتيجة التغيير افضل مما كنا نتوقع؟ لا، هي جت في الاطار التقليدي، يعني ما اقدرش اقول لحضرتك ان انت عملت شيء مختلف قوي عن اللي كان متوقع في البداية. انت كنت مركز على مجموعتين فقط داخل التشكيل الوزاري، المجموعة الاولى وهي ما يطلق عليه اسم الوزارات الخدمية، قمت بتعديل عدد من هذه الملفات المتعلقة بها. يمكن ناخدها واحدة واحدة. الملفات الخدمية اللي بنتكلم على الزراعة، بتتكلم على التموين، بتتكلم على التنمية المحلية، بتتكلم على التربية والتعليم، بتتكلم على التعليم والبحث العلمي، بتتكلم على النقل. تمام، دي اول جزئية. الملف الثاني المجموعه الاقتصاديه، وانت كنت محتاج انك انت تنعشها بالذات في الاجزاء اللي كانت الفتره اللي فاتت محتاجه تحريك. يمكن احنا حتى هنا عبر برنامج عند حضرتك اكتر من مره كان ناس على ملف الاستثمار، اتكلمنا اكتر من مره على مساله ان انت محتاج خلال الفتره اللي جايه انك انت تعيد النظر في المنظومه المتعلقه بعدد من القطاعات الموجوده في الدوله، وده امر كان محتاج تعديل في عمليه التخطيط. كنت محتاج انك انت انتقادات كتير قوي نتيجه موضوع التضخم وارتفاعات الاسعار وبالذات السلع الاساسيه، يمكن حاجه اللي فاتت كنا بنتكلم فيها على الموضوع بتاع التموين، فالامور كانت متوقع برضو ان الاتجاه يكون في هذا الاطار. ما كانش مختلف يعني او في خلاف كبير قوي ان الموضوع هيمشي في الاتجاه دوت. انت اخترت مجموعه من الناس اللي لديها خبرات واضحه ومعروفه وسيفياتها معروفه وجوه معروفه كمان للشارع المصري، وده امر جيد جدا. كنت محتاج كمان انك انت تعدل الى حد ما من المنهج اللي موجود بالنسبه للاداره. اغلب اللي تحدثوا لغايه النهارده، يمكن لما هنتكلم ملف ملف هقول لحضرتك، اغلبهم كانوا بيتحدثوا اليوم بشكل واضح على مساله ان يجب ان يكون هناك تعديلات في الرؤى الاستراتيجيه. انت مش النهارده بتتكلم على تغيير اشخاص بقدر ما انت محتاج تغير سياسات، يعني مهما كنت هتجيب واحد وهيكون كفاءته عاليه، لو مش هغير السياسات العامه اللي موجوده حاليا داخل قبل الوزاره اللي معاه، ما اتصورش ان ده هيكون نتيجه جيده الى حد كبير. طيب. لكن الفترة اللي جاية انت بتتكلم على تغييرات استراتيجية وسياسية. الشيء الوحيد اللي فاجئني انا شخصيا لم يكن تعديلات الاشخاص، ولكن انا كنت اتصور ان احنا في حاجة حقيقية لدمج بعض الوزارات مع بعض. هو ما حصلش غير في وزارة واحدة اللي هي الاستثمار والتعاون الدولي. لكن انا كنت مستني ده في هي منطقية يعني بالتاكيد. كنت مستني ده مثلا في الاثار مع الثقافه، كنت مستني ده في الاجزاء المتعلقه مثلا بالطيران والسياحه، حاجات من هذا القبيل كانت يمكن تكون الفتره اللي جايه بالدعم من الملفات اللي موجوده. في بعض الملفات تحتاج النهارده الى مزيد من الاسراع بيها ومزيد من التنشيط بالنسبه ليها. يمكن الخطوه بتاعه التعاون الدولي مع الاستثمار هي اللي كانت الاكثر جديه في هذا الملف، لان التعاون الدولي وحقيقته تحديدا خلال الفتره اللي فاتت كان واضح تماما من نشاط دكتور صحر نصر ان الانتشار الدولي والعلاقات مع المؤسسات الدوليه والاليه الجديده اللي استخدمت في تنشيط هذه الملفات وعمليات المتابعه والرقابه والتفتيش وخلافه مخليه النهارده فكره انك انت تضيف الترويج الاستثماري ليها مع هذه الحقيبة هيكون أمر جيد إلى حد كبير. بس خاصة إن هي تقريبا نفس المؤسسات يعني تقريبا، بس ده هيضيف لك تحديين بقى مع الملف ده بالذات. يعني إذا كان هذا الملف هو ما نبدأ به، في تحديين كبار قوي. حقيبة الاستثمار بصراحة تحتاج بشكل واضح جدا إلى النظر إلى ملف تطوير الهيئة العامة للاستثمار، هو ملف كان بدأ بالفعل بمنافسة الفترة اللي فاتت، والسيد رئيس الهيئة اللي هو الدكتور محمد خضير قام بدور جيد جدا، وأنا شخصيا واحد من الناس اللي أشهد أن هذا الرجل قام بعمليات قوية داخل الهيئة ولسه مستمر فيها لفترة طويلة. هذا الملف يحتاج الآن إلى مزيد من التدعيم والتحديث. العنصر الثاني وهو الملف الخاص بالسوق المالي.
وفقا للقانون المصري الملف سوق المال والهيئة العامة للرقابة المالية الوزير المختص بيهم هو وزير الاستثمار. وهذا الملف ملف في غاية الحساسية في التوقيت الحالي لأسباب كتير قوي. جانب أساسي منها أولا أن الملف الخاص بتطوير قانون سوق المال بالفعل اتحرك، والأسبوع الماضي كان هناك اجتماعا قويا، والتعديل التشريعي اللي متقدماه حاليا الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة لتعديل قانون سوق المال هو تعديل قوي جدا. العنصر الثاني انت الان بتقوم بتعديل في قانون التامين، بتقوم الان بتعديل في مجلس اداره البورصه المصريه مدته بتنتهي، وبتغير في مجلس الاداره بالكامل سواء بالانتخاب او بالتعيين بالنسبه للرئيس والنائب الخاص بيه او حتى بالنسبه للافراد المعينين. الامور متحركه الى حد كبير. اتصور ان قد يكون من الملائم خلال الفتره اللي جايه ان يدرس اضافه نائب متعلق بالقطاع المالي غير المصرفي لوزاره الاستثمار. هذا الامر هيخفف الضغوط كتير، خاصه ان كلا الوزارتين من وزارات النشطه اللي فيها ديناميكيه قويه خلال الفتره اللي جايه. طيب ننقل بقى على الملف اللي يهم الناس كلها، وزاره التموين. الملف ده انا شخصيا شايف ان اختياره كان اختيار قويا جدا، وهو يمكن ثالث افضل حاجه في التعديل الوزاري. التعديل الوزاري افضل ما جاء به وهو وزارتي الاستثمار مع التعاون الدولي، ثم التهيئه القويه اللي حدثت بالنسبه لي مسألة وجود نواب مرة أخرى للوزراء، ده أمر أنا شخصيا شايف إن هو رائع جدا ومن الحاجات الممتازة أثبت نجاحها في وزارة المالية. زي ما كنا بنتكلم حتى قبل الهوا، النهارده أنت بتضيفه للزراعة وبتقسمه، واحد جاي لشؤون الإصلاح الزراعي، واحد جاي للثروة الحيوانية والسمكية والدواجن. هندخل على الزراعة بس خلينا يعني نتكلم على في تقسيمات. الملف التالت هو ملف التموين. الدكتور عالم صلحي أنا تعاملت معاه في ما قبل ثورة يناير عندما كان بيتولى وزارة التضامن الاجتماعي، كان ساعتها هي اللي فيها التموين. الراجل كان ليه رؤية واضحة قوي، ليها أربع حاجات واضحة تماما. الملف الأول اللي دايما بيتحرك عليه هو ملف توصيل الدعم المستحقين، وده ملف مهم جدا وانت اتحركت فيه تحركات كويس بالذات في موضوع الشبكات الإلكترونية والملفات المتعلقة بيها. لكن الأهم إن هذا الرجل كان بيتحرك في ملف ما يلتقى اسم الرقابة على الأرض. مفيش حاجه اسمها ان وانا براقب من بيانات، لا انا بنزل على الارض بشوف بقى كل المشاكل. وهو اشتغل معانا بالفعل خلال الفتره اللي فاتت في ملف بتاع القمح، اشتغل معانا في ملف اداره الدعم الخاص بالتموين، اشتغل معانا في المنظومه المتعلقه بالمخزونات الاستراتيجيه، وده الملف الثالث المهم جدا. هو كان له اليه مختلفه تماما على الموجوده حاليا بالنسبه لاداره المخزون الاستراتيجي المتواجد في السلع التموينيه والرقابه عليه في الاسواق. ثم الملف الرابع هو ملف ما يطلق عليه اسم تشجيع المنافسه السعريه، انه كان بيتحرك ان الدوله بهيئتها بمؤسساتها منافس للجهات الاخرى اللي بتقدم نفس الخدمه لكن دون اضغاء ودون ميزه اضافيه، والشكل ده بيسمح ان الاسعار تنخفض بصوره تنافسيه وتنافسيه اليه سوق. بصراحه هذا الملف ملف جيد جدا، لكن برضو الملف بتاع التموين هيحتاج ان الدكتور عالم صلحي يبص فيه اربع حاجات وهو بيشتغل. الجزء الاول هو تطوير الاليات الرقابيه الموجوده عنده، ده جزء في غايه الاهميه. الجزء الثاني هو اعاده النظر في المنظومات المتعلقه بالدعم بالنسبه للسلع التموينيه، خاصه المنظومات الالكترونيه واستمرار عمليات التنقيه وتكوين قواعد البيانات الخاصه بها. الملف الثالث هو ملف ما يطلق عليه اسم تطوير الطاقات التخزينيه داخل مصر، وده ملف في غايه الاهميه خلال الفتره المقبله. ثم الملف الرابع بقى، وده اللي اتصور ان هيكون فيه حراك شديد بالنسبه له خلال الفتره اللي جايه، هو الملف المتعلق بما يطلق عليه اسم زيادة مساحة الدعم اللي موجود النهاردة. انت النهاردة تقدر من خلال المنافذ اللي موجودة والسلع التموينية وما غير ذلك انك انت تطور المنظومة الموجودة، بس عشان تعمل ده صراحة انت محتاج الاول تطوير البنية التشريعية. التموين تحديدا هي واحدة من اقدم الوزارات اللي موجودة داخل الجهاز الاداري الحكومي، يمكن ما يسبقهاش غير وزارة الداخلية ووزارة العدل. رأي. وراي بس هي كانت هيئه، هي اتحولت لوزاره في الستينات. المفاجاه بقى اللي موجوده دلوقتي ان انت عندك قوانين موجوده من الثلاثينات شغاله، قوانين اخرى صدرت في الاربعينات ولا زالت موجوده، وبعض القرارات الوزاريه الساريه حتى الان اللي صدرت في ايام الحرب العالميه الثانيه. الامور دي محتاجه النهارده ثوره في البنيه التشريعيه الموجوده بالنسبه لك، ومحتاجه النهارده انك انت تحرك هذا الملف. ثم هيبقى عنده ملفين في غايه الحساسيه، لان كان فيهم خطوات ايجابيه اتعملت في فتره ثم توقف، ثم اتعملت شويه خطوات ثم توقف. الملف الاول هو القبضه للصناعات الغذائيه، وهذا ملف في غايه الاهميه.
لا يوجد شكل من أشكال التمييز بالنسبة لها، ولكن هذا الملف يحتاج إلى تطوير هيكلي بالنسبة للشركات الموجودة فيها، استمرار تدعيم الطاقات الإنتاجية، استمرار وضع منهج مختلف وجديد بالنسبة للشركات الموجودة جواها، ثم هيئة السلع التموينية إيه دورها الفترة اللي جاية؟ هل هي دورها إنها تكون التاجر الأول اللي بيستورد هذه السلع؟ هل هي دورها إنها هي اللي بتقوم بعمليات الشراء لصالح جهات تانية؟ هل هتستمر في ادخال الاجواء الجديده؟ ده اللي احنا هنشوفه بقى مع الوزير الجديد، وهو قال حتى قال يعني بعد حلف اليمين هيتقدم او هيقدم الخطه والبرنامج بتاعه بس الشامل. انا هيفضل يا جاء في هذا الملف بقى بالذات قبل ما نقفله. المبادرات اللي حدثت في ايام الدكتور خالد حنفي، مبادره جمعيتي، المبادرات المتعلقه بالمنافذ المتنقله ما غير ذلك، يمكن اهملت شويه في الفتره اللي فاتت لاسباب كثيره، ولكن الامور النهارده تحتاج الى ان انا ابص للمبادرات دي وادعم جانبها الايجابي واقضي على السلبيات اللي ظهرت فيها. هذه المبادرات كانت مبادرات قويه وشارك فيها شباب بشكل قوي، واصله للناس، وتحتاج النهارده انك انت تبني عليها مش ان انت تنهيها بشكل كامل. موضوع وزير التنميه المحليه، انا عارف ان هو صديق شخصي لحضرتك. لا لا انا هو رجل بصراحه انا اعرفه جيدا، وتعاملت معه ايام ما كان ماسك مركز معاد دعم اتخاذ القرار، وسيد دكتور هشام الشريف واحد من الناس اللي يعني انا شخصيا كنت اتمنى من زمان تواجدهم في حقيبه وزاريه. هو بيمتلك كفاءه كويسه الى حد كبير، السي في بتاعه ما شاء الله يخض اي حد، وهو يمتلك قدرات هايله، بس هو داخل عيش ضبابيه. وزاره التنميه المحليه هي ليست وزاره سهله، هي وزارة حبيب عليها وزارة الفدائيين الانتحاريين إن شئت الدقة لأن بصراحة شديدة أنت بتتكلم على وزارة هي اللي بتقدم تقريبا 70% من خدمات الناس بتشوفها يوميا، هي اللي مسؤولة عن الخدمات المتعلقة بالمحليات، هي اللي مسؤولة عن الخدمات العامة، هي اللي مسؤولة عن تطوير المنظومة. هو بيدخل كمان النهاردة في وسط تحدي كبير. التحدي الأول هو مسألة إعادة هيكلة الخدمات العامة الموجودة في مصر في وقت أنت بتتقشف فيه اقتصاديا بصراحة، ومش مزود عمليات الهيكلة اللي موجودة فيها. قانون محليات جديد أنت بتعمله النهاردة من أول وجديد عشان تبني منظومة المحليات، إعادة تطوير للدور اللي هيبقى فيه المحافظ ورئيس الحي ورئيس المدينة والمسؤولين في هذه المناطق، تطوير المديريات اللي موجوده داخل الاحياء بدءا من الاسكان للمرافق للنظافه لما غير ذلك، التنسيق الكامل في هذه الاعمال مع وزارات تانية كتير بتتقاطع معها اعمال وبتشترك فيها اعمال تانية زي الاسكان وزي البيئه وزي النقل وما غير ذلك. عشان كده الدكتور هشام انا اتصور ان تواجده في المكان ده هيجعله قادر على ان هو يدير هذا الملف، بس هيحتاج حاجتين بشكل هو هيدخل بفكر مختلف تماما. تمام. وهو داعم قوي جدا للشباب، انا عارف ده من بالتأكيد. زمان بس المنظومه نفسها ده يدخلني في سؤال، هل هي العمليه عباره عن الاشخاص خالص ولا هو تغيير في اسلوب ومنظومه الاداره ككل في الوزارات المختلفه؟ لا بالتاكيد المره دي سياسات. المره دي لو بتغير اشخاص يبقى مش هتعمل حاجه، يعني كنت خليتها على الاقل حتى المجموعه القديمه وهي مجموعه تمتلك من الخبرات الكثيره يعني وقعدت في الوزارات، وعلى الاقل حتى دولاب العمل الاداري اصبحوا خبراء فيه. لكن النهارده لا، انت بتتكلم على تغيير سياسات، والمجموعه اللي انت مختارها المره دي مجموعه اثبتت سابقا، ودي بقى الميزه بقى اللي لازم حضرتك تحط تحتيها 10 خطوط، اثبتت سابقا انها قادره على انها تعمل ده، ولديها تجربه النجاح اللي تقدر انها تبدا بيها البدايه الاولى. طبعا ده مش معناه ان هم عندهم ضمانات ان النجاح هيكون موجود، ولكن على الاقل النهارده انت لديك تحديات موجوده، لديك ملفات مفتوحه لم يعني تحسم بشكلها الكامل، ولديك امور يجب ان انت توليها عناية. في ملف التنميه المحليه على وجه الخصوص انت محتاج النهارده انك انت تبص ليه اربع حاجات كبار قوي، وهذا من الناحيه الاقتصاديه على الاقل. الجانب الاول هو ملف الاقاليم الاقتصاديه المصريه، الملف ده ذكر لاول مره في عهد الوزير السابق الدكتور عادل لبيب وكان هناك حديثا كبيرا عن مساله ان انت هتقسم مصر الى اقاليم اقتصاديه، وان هيكون لديك قدرات اكبر على ان كل محافظه يكون ليها موارد اقتصاديه اعلى. الملف ده محتاج النهارده ان ينظر اليه بشكل سريع جدا قبل دخول المحليات الجديده، خاصه ان انت كمان يجب انك تركز على مسائل الظهير الصحراوي للمحافظات. وهنا بتتكلم على التشكيل الاداري كمان. بالتاكيد. ده واحد. اتنين،
الفلسفه اللي هيبني عليها قانون التنميه المحليه. قانون حتى الان بيدرس بشكله الكامل وما زال معروض قدام البرلمان، لكن لديك مساحه ان انت تضيف عليه رؤيه مختلفه، لان الفلسفه اللي هيعملها هذا القانون اتصور انها لن تقل في حجم الاثر الاقتصادي والاثر الاجتماعي بالنسبه ليها عن قانون المتعلق بالجهاز الاداري للدوله. الامور النهارده محتاجه انك انت تنظر للملف ده على انه ملف من الملفات غايه الحساسيه، خاصه انه هينتج عنه تشكيل للقواعد الاداريه، وهينهي المشكله اللي موجوده من 2010 لغايه النهارده، ان الحكومه قدام المواطن مفيش حد في الوسط بيدرس ده ولا بيركز عليه. الملف الثالث القواعد الاداريه والقواعد التكنولوجيه، بالتاكيد ان هو هشام الشريف راجل بتاع تكنولوجيا، محتاج بقى النهارده انك انت تنقل الجزء التكنولوجي على ملف الرقابه، وانك تقلل استخدام الورقيات نهائيا. دايما فساد يسوي ورق ويسوي اجراءات ملهاش لازمه وناس كتير بتمضي على الورق. لو انهيت ده وقدرت انك تحول القواعد الاداريه سواء في المحليات او في المحافظات الى نظام تكنولوجي والكتروني، هتقضي تماما على الجزئيه دي. للاسف وقتنا قرب يخلص، عندنا ملفين مهمين، الزراعه والنقل، برضو الاثنين دول مهمين قوي. نبدا بالزراعه. دكتور عبد المنعم، انا اعرفه شخصيا وتعاملت معاه في ملف المليون ونص فدان، راجل من افضل الناس اللي موجوده خلال الفتره الحاليه، وهو كان مرشح دائم للوزاره، ليه تجربه نجاح جيده في المركز القومي للبحوث، وهو موجود النهارده بثلاث نواب، ودي اول مره تحصل في تاريخ وزاره الزراعه، نائب لشؤون اصلاح الاراضي واخر للثروه الحيوانيه السمكيه والدواجن، وواحد للخدمات والمتابعه، عشان حجم هذه الوزاره الضخم يقدر ان هو يتخفف من خلال انك تقدر تعمل هذا الملف. ملف الزراعه اتصور هو النهارده راجل بيتحدث تماما عن تغيير سياسات كامله، عن تغيير الدوره الزراعيه، عن ادخال محاصيل جديده، عن استخدام التكنولوجيا في الانتاج، عن دعم الفلاح بشكل كامل، عن اعاده تخطيط منظومه الري، عن تطوير شبكه الري والصرف. انا اتصور ان هو يعلم جيدا هذه الملفات، فهو عمل فيها ويعلم المشكله ويعلم الحل ويعلم القدرات اللي موجوده بالنسبه اليه. الملف الثاني ملف النقل، انا اتصور ان اول ملفين يجب ان الحديث عنهم خلال الفتره اللي جايه، واستكمال منظومه شبكه الطرق وبدء عمليه التطوير المتاخره بالنسبه لشبكه السلك الحديد الموجوده في مصر ومدها للمناطق الجديده اللي بتتم، مع استكمال عمليه تطوير المواني، خاصه لانها بالفعل احنا بدانا فيها، وده امر مهم انك تنظر اليه في الفتره اللي جايه. لكن في ملف بقى انا عارف ان هو ناس كتير مش هتبص عليه، لكنه من الملفات اللي في غايه الاهميه، وزاره التخطيط. دكتور هاله السعيد واستاذتي، من الملفات اللي هتكون حساسه بالنسبه لها ليس اعاده تطوير منظومه تخطيط او حتى استكمال النجاحات اللي بصراحه عملها الدكتور اشرف العربي. التخطيط ومتابعه واصلاح اداري، بالتاكيد الدكتور اشرف العربي بالفعل كان واحد من افضل الوزراء اللي اتت في هذه الوزاره، وقام بمجهودات جباره الفتره الماضيه، ويجب اكمال ما قام به، بدءا بقى من تطوير معهد التخطيط القومي لتطوير منظومه التخطيط واصدار قانون التخطيط الموحد. لكن هناك ملف في غايه الحساسيه بتعمل عليه هذه الوزاره، وده اللي اتصور انه يجب ان يكون التركيز الاول عليه الفتره اللي جايه، تطوير بنك الاستثمار القومي. هذا الملف هو من الملفات النادره التي تركت، ويحتاج الان الى اسراع شديد في هذا البنك، وهو منظومه قويه لدعم الدوله. الملف الاخر واللي محتاج الاستمرار فيه، لانه ايضا كان من الملفات الموجوده وزاره التخطيط، ملف التشابكات الماليه بين الجهات المختلفه. اذا تم حسم هذا الموضوع اتصور انه ايضا هنكون واحد من النجاحات. بس برضه هاله السعيد يعني كانت ماسكه المعهد المصرفي، يعني هي عميده لكليه الاقتصاد والسياسيه، وعضو مجلس اداره في البنك المركزي المصري. أيوة. وده امر معناه ببساطه انها خلفيه قويه في هذه النقطه. عشان كده الملفين دول، بنك الاستثمار القومي والملف الاخر المتعلق بالتشابكات الماليه، اتمنى ان يكونوا موجودين على اجنده اعمالها وعلى راسهم، لان دول هيطوروا حاجات كتير، واصدار قانون التخطيط الموحد مع الاخذ في الاعتبار نقطه واحده، صندوق املاك مصر الذي كان تحت رعايه وزاره التخطيط يحتاج الى اعاده نظر مره اخرى في المنظومه اللي هيعمل بيها. وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، ودي مش بس عندها الجامعات والبحث العلمي وكلام، ده كمان عندها المستشفيات اللي بتعالج 85% من مرضى مصر. صحيح. المستشفيات الجامعيه. وعندك وزاره التربيه والتعليم الفني اللي هو الدكتور طارق شوقي اللي هو ماسك الملف ده،
اذا جاز التعبير عندنا في رئيس الجمهوريه. ده حقيقي بالفعل. صحيح صحيح. وهو بالفعل راجل ليه تحركات كانت قويه داخل هذا الملف، وانا اتصور ان هو حياتي الان بفكر مختلف. هو اولا من اصحاب مدرسه تطوير التعليم من اسفل الى اعلى وليس العكس، من اصحاب مساله اعاده هيكله المدرس. هو كان مشرف بشكل مباشر على مشروع تطوير 10,000 مدرس خلال الفتره اللي فاتت، بيتكلم النهارده على ادخال التجربه اليابانيه والسنغافوريه في عمليه التطوير بالنسبه للتعليم، وعلى ادخال مشاركه بين الدوله والقطاع الخاص في عمليه تطوير التعليم. راجل ليه افكار قويه قوي، وانا تعاملت معه عن قرب، فهو كان رئيس المجالس التخصصيه في رئاسه الجمهوريه، واتصور انه هيكون لديه فرصه جيده من خلال دعم كبير لعمليه النجاح في هذا الملف في الفتره. وهو اللي عمل موضوع بنك المعرفه البورتل الرهيب لاول مره يتعمل في العالم، مرشح لجائزه افضل موقع الكتروني علمي على مستوى العالم، والمفروض ان هو وهو ده واحد اللي عامله طارق شوقي. بالتاكيد كان هو اللي بيرأس المجلس التعليم اللي قام بعمل ذلك. يعني فكر مختلف تماما وحديث تماما. بالتاكيد. تمام. التغيير ده بقى مع الاصلاحات ومع برنامج الحكومه ومع نسبه الانجاز في هذا البرنامج اللي هي حسب كلام اعضاء في مجلس النواب هي نسبه متواضعه حتى الان، متوقع ان هم يعملوا حاجه، بس مع الاصلاح الاقتصادي ومع صندوق النقد الدولي، رد فعل التغيير ده على مناخ الاستثمار ومن ثم على نظرة العالم إلينا إيه ممكن يكون؟ شوف، التعديل من دقايق كانت بلومبرج بتتكلم عليه، وافتكر كمان كان فاينانشال تايمز ذكرت على موقعها الالكتروني مش في جورنان تنويه بالنسبه له، ورويترز طبعا كلمت على الموضوع، لكن بلومبرج كان هي لفت نظري قوي، لان كلهم اتكلموا على ان المجموعه اللي اضيفت في الجزء الاقتصادي على وجه الخصوص كلهم ذوي خبرات قويه ولديهم كفاءات عاليه. انا شخصيا متفائل بهذا التعديل، ولكن التعديل ده عشان يمشي بالشكل الناس مستنياه واللي عايزه تشوف اثاره بقى على ارض الواقع، يجب ان هم يعبروا التحديات الاربعه التقليديه جدا. التحدي الاول، وده التحدي الكبير، انك انت تقدر تسيطر على جهازك الاداري داخل كل وزاره من هذه الوزارات بسرعه، عشان ما يحصلش انك انت تطيل الامر في مساله فقط اعاده هيكله اللي هو تعدي جبار. ادي واحد. اثنين، ان الموارد اللي هتكون متاحه بالنسبه لك هتكون كافيه لعمليه تغيير الاستراتيجيات والسياسات اللي انت عايز تعملها خلال الفتره اللي جايه. الناس دي كلها عندها افكار وافكارها معلنه منذ سنوات طويله. التحدي الثالث، ان انت تكون قادر على ان انت يكون لديك منظومه رقابه سريعه بالنسبه لهذه الوزارات، خاصه وزارات زي النقل وزي التنمية المحلية وزي التموين خلال الفترة اللي جاية، وده تحدي قوي جدا. التحدي الرابع، ان انت تستمر في عملية الاصلاح للمنظومة التشريعية واستكمال المشروعات السابقة اللي كانت بدأت بالفعل في وزارات سابقة. هذه الاربع خطوات اذا تم العبور منهم، اتصور ان احنا يمكن بعد 6 شهور احنا بنتكلم على اثر هذا التعديل، يمكن يكون الكلام هيكون كويس. دايما التغيير في وسط اصلاحات اقتصادية ومشاركة من المؤسسات الدولية الواحد بيبقى حذر فيها. عشان كده اخترت مجموعه قريبه من هذه الملفات على اطلاع كامل بيها، تمتلك خبرات سابقه، قادره على انها تحدث تغيير، ودول كانوا الاربع شروط اللي جابوا بيهم اغلب المجموعه على الاقل بالنسبه للمجموعه الخاصه. وليها علاقات دوليه او ليها خبرات سابقه. ده صحيح. صحيح. يعني انت من ضمن الاسماء، يعني اغلبيه الاسماء اللي موجوده عندها كلها خبرات سابقه وعلاقات دوليه قويه بتزيد واتصالات قويه. مجموعه انا يعني من التسعه اللي جم النهارده في 7 انا تعاملت معاهم بشكل شخصي، بالاضافه لنائب وزير التخطيط اللي هو الدكتور صلاح عبد الرحمن الشيخ، وهو واحد بمناسبه من الناس الكفء جدا واللي شارك معانا حتى في دورات تدريبيه كتير الفتره اللي فاتت، وراجل جاي عشان الاصلاح الاداري، هو جاي يعني يعمل في هذا الملف، وده ملف في غايه الاهميه مع تطبيق قانون الخدمه المدنيه في هذا التوقيت. مع الإصلاحات دي، مع التغييرات دي، بتذكر الكلمة اللي اتقالت، الأساليب التقليدية ما عادتش تنفع لمشاكل مصر وتتكسر كل القواعد لإنجاز. صحيح. المهمة. الأستاذ محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، دايما بتسعدنا وبتنورنا بوجودك معنا. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. خليكوا في أسواق وأعمال.